انا قررت ان انا اتجوز. طيب ده قرار صح فعلا، اتجوز، ربنا يوفقك. ان شاء الله هيوفقني. وانا لقيتها خلاص، لقيتها بعقلي ولقيتها بقلبي، وانا متاكد انها البني ادمه الوحيده اللي تقدر تغير كل اللخبطه اللي موجوده في حياتي دي. طيب ادام انت متاكد قوي كده، اتجوزها على خيره الله. ما انا بتقدم لك اهو. بتقدم لك اهو مين؟ انت يا غاده. انا يا عمر؟ غاده تقبلي تتجوزيني؟ الله، مالك يا غادة؟ انت اللي مالك يا عمر. مالي ده ايه يا بنتي؟ انا بتقدم لك للجواز وكل امل انك تقبلي عشان تخليني اسعد بني ادم في الدنيا. بس انا يا عمر مش هقدر اجاملك واقول لك اني موافقه. ياه، للدرجه دي طلب يضايقك وعصبك؟ وهو ده طلبك يا عمر اللي انا كنت بتمناه من 20 سنه. فاكر غدا؟ انا مضطر اسافر الخليج بعد بكره. بعد بكره؟ ازاي يا عمر؟ غصب عني والله، شغل مهم ولازم احضر الاتفاقات بنفسي. وهتقعد قد ايه؟ 3 اسابيع بالكتير ان شاء الله. ياه، 3 اسابيع يا عمر. معلش، بوعدك ان دي اخر مره هنبعد فيها عن بعض، وان شاء الله اول ما ارجع من السفر لازم تحددي لي ميعاد مع والدتك فورا علشان اجي ازوركم ونشرب الشربات سوا. ها، قلتي ايه؟ ساكته ليه يا غاده؟ هما مش بيقولوا، بس كنت علامه الرضا. بيقول؟ طب ما انا ساكته اهو. ومرت 3 اسابيع وانا قاعده مستنيه حضرتك، وحضرتك ما جيتش. قلت يمكن في حاجه في الشغل معطله. الصدمه بقى ان لميا رشدي فاكرها طبعا، قالت لي انه حضرتك رجعت بالسلامه. الصدمه الاكبر اني عرفت انك خطبت فريده بنت عمي. يا غدا، يا غدا، انا مش عايزاك تبرر اي حاجه. هو منطقي وطبيعي ان انت تخطب واحده زي فريده، امها مستثمره كبيره، امال هتتجوزني انا؟ الكلام الفاضي اللي انت بتقوليه ده بس. لا ده مش كلام فاضي، هو ده اللي حصل فعلا. اللي حصل ده حصل منك انت وبايدك انت. بايدي انا؟ انت جاي بعد 20 سنه، بعد اكتر من 20 سنه تلبسني في حيطه لمجرد ان انت مش عايز تحس بالذنب. يا غاده، يا غاده، وطي صوتك، في ناس موجودين حوالينا. لا، الناس اللي حوالينا دول عارفيني كويس قوي، انت بس اللي بطل تغلط وتعملي شغل المستثمرين ده. وانت بطلي شغل الجنان بتاعك ده اللي ما وقفش بقاله 20 سنه. اهمدي بقى واسمعيني كويس. انا لما رجعت ساعتها من السفر ما رضيتش اتصل بيكي بالتليفون، قلت اعملها لك مفاجاه واجي لك على النادي تاني يوم الصبح. وفعلا تاني يوم الصبح رحت النادي، هناك قابلت فريده، كان معاها والدتها طنط نوال مرات عمك. قعدنا ندردش مع بعض ونتكلم، وطبعا كنت هفتح معاها سيره ان احنا هنخطب بعض. فجاه وقبل ما افتح اي سيره في الكلام ده، لقيت واحد راجل جاي علينا وطلب انه يتكلم مع طنط نوال. نوال هانم هيكل؟ افندم، انا سامح فوزي عبد الهادي، جنرال مانجر اوتيل لا كازيتا. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ في الحقيقه انا كنت عايز حضرتك في موضوع مهم. موضوع مهم ايه؟ هو موضوع شخصي وعائلي. طب اتفضل قول. عمر برياض صديقنا ومش غريب. طب ممكن اقعد؟ اتفضل. مساء الخير. خير. بخصوص اي موضوع الشخصي العائلي اللي حضرتك عايزني فيه؟ هو بخصوص الانسه غاده بنت اخو حضرتك. مالها غاده؟ انا يشرفني اني اقدم لها واطلب ايدها من حضرتك. طب انت قابلت والده غاده؟ هروح اقابلها واتقدم لها طبعا، بس اصل غاده هي اللي طلبت مني اجي لحضرتك الاول واخد موافقتك، باعتبار حضرتك وليت امرها والمسؤول عنها بعد وفاه والدها الله يرحمه. افهم من كده ان غاده موافقه؟ انا وغاده جيران في نفس العماره ومتفقين على جواز من سنين، وبمجرد ما جهزت الشقه جيت اقدم لها على طول. اولا اللي انت بتقوله ده كذب وما حصلش ومش مظبوط وافترى عليا. يا سلام، يعني انت ما تعرفيش اللي اسمه سامح ده؟ اعرفه طبعا، جارنا في عماره عابدين، بس ولا تقدم للجواز ولا هباب، وما كنتش بطيقه ولا بقبله وبتحاشاه. ايوه بس انا شفتكم مع بعض. شفتنا فين ان شاء الله؟ على الناصيه بتاع الشارع بتاع بيتكم. ما انا اصلي بعد ما الجدع قال لي الكلام ده ما صدقتوش طبعا، لانه لا يمكن ابدا يكون في حياتك حد تاني غيري تكوني مخبيه عليا بعد ما فتحنا قلبنا لبعض وتصالحنا بكل حاجه واتفقنا على كل شيء.
عشان كده طلعت جاري على البيت بتاعك عشان اسالك واتكلم معاكي اذا كان الموضوع ده مظبوط ولا مش مظبوط. بعد شويه شفتك جايه من اول الشارع، كانت صدمه ليا لما لقيت اللي اسمه سامح ده جاي معاكي وماشي جنبك بيكلمك لحد ما وصلت باب العماره ودخلتوا سوا. طبعا بعد اللي شفته بعيني ده صدقت كل كلمه قالها الراجل لعمتك نوال، عشان كده قررت ان انا انسحب بهدوء واسيبك تعيشي مع الراجل اللي انت عايزاه. انت اللي انا كنت عاوزاه يا عمر، تمشي من نفسك كده من غير ما تصارحني وتواجهني؟ انت فهمت كل حاجه غلط يا بنتي. بقول لك شفت بعيني، وانا بمنتهى الصراحه كرامتي ما تسمحليش ان انا افرض نفسي على واحده ست مش عايزاني. ما هو انت مخك ده اللي جايب لك الكافيه. انا مستغربه انت بقيت رجل اعمال ناجح ازاي. سامح ده انا ما كنتش بطيقه، كنت بتحاشاه والله، ده انا كنت بجري منه في الشارع. هدى، عايز اقول لك خبر مهم جدا 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 هيفرحك. انا مش قلقت 100 مره، ما تقفيش في الرايحه والجايه كده. طلبت ايدك من عمتي. وانا مش عاوز اسمع منك حاجه. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا بقول لك طلبت ايدك من عمتي. انت ازاي تتجرأ وتعمل كده؟ انت مجنون؟ لاني بحبك يا غاده. يا اخي افهم، يا اخي حس، انا مش طايقاه، مش عايزاه. ويكون في علمك يا سامح، لو شفتك مره تاني على السلم او على باب العماره مش هيحصل لك كويس. طب استني ابعد بقى. استني بس. وليه ما قلتليش كده يا غاده؟ كان لازم تفهميني كل حاجه. هو مين يفهم مين يا عمر؟ انت حكمت عليا من كلام واحد ما عندوش ضمير، مجنون، حتى من غير ما تسمع دفاعي عن نفسي. يا عمر انت ايه بس اللي خلاك تفكرنا بالمواضيع دي كلها؟ غدا انا مش عارف اقول لك ايه. عمر الله يخليك، اللي حصل ده نصيب ما كناش هنقدر نغيره. يمكن ما كناش نقدر نغيره لكن نقدر نصلحه، نرجع لبعض. عايزنا نرجع زي زمان. قول للزمان ارجع يا زمان، الله يرحمك يا سيدي. صدقيني نرجع لبعض، نبتدي حياة جديدة بقلوب شابة كلها حب وحنان. يا عمر احنا عيالنا دلوقتي بقوا قد كده، اطول مننا. يا ستي عيالنا لهم حياتهم واحنا لنا حياتنا برضه. حياتهم هي حياتنا، يعني احنا بعد ما كبروا كده نقول لهم خلاص ربنا يوفقكم انتوا بقى مع نفسكم؟ الحكاية يعني مش هتتاخد خبط لزق كده يعني. ثانيا ما هم هيقعدوا معانا تحت سقف واحد هنراعيهم وناخد بالنا منهم، يبقى احنا برضه لنا حياتنا الخاصة يا غدغود. غدغود والله زمان يا عمر. أنا حياة خاصة دي بس يا عمر دلوقتي؟ دول سبعة، أنت أربعة وأنا ثلاثة، يعني لو قلنا لكل واحد فيهم صباح الخير هيعدي النهار من غير إحنا ما نصبح على بعض. سبعة إيه؟ وأنا وأنت يا لهوي تسعة. يا ستي ولا يهمك من الكلام ده، مش وقته، بعدين هنبقى ننظمها ونشوف التفاصيل دي. المهم دلوقتي موافقتك. وأنا يا عمر موافق عليك من 20 سنة. المهم موافقة الولاد. خلاص يبقى انتي فاتحيهم في الموضوع ده وخدي موافقته في الاول، بعد كده حاجه ازورك واطلب ايدك منهم. متر شربات لو سمحت. انا مش عارف ماما ايه اللي اخرها كده، دي عمرها ما عملتها. معلم بقى يا جماعه انا هموت من الجوع. طب حتى كانت تتصل في التليفون تطمن عليها يعني. شفتوا ادي اهميه ان احنا يكون عندنا موبايلات، كان زماننا كلمناها في اي حته هي فيها. انت مش طلبتها في المدرسه؟ طبعا طلبتها في المدرسه وقالوا لي مشي بعد الحصه السبت. مساء الخير. يا ماما كنت فين يا ماما؟ علقتين عليك. كنت في مشوار مهم. مشوار ايه؟ مش هتحققي معايا ولا ايه؟ ما حضرتك بتحققي معانا لو اتاخرنا خمس دقايق. والله ده الموازين اتقلب. يا ماما مش كنت جبت لنا موبايلات؟ كان زماننا اطمنا عليكي بدل ما احنا قاعدين قلقانين عليكي كده. اجيب اربع موبايلات عشان اتاخرت ساعه ونص؟ لا 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 ثلاثه بس، حضرتك ما بتحبيهمش. خلاص يا ماما سيبك منهم، هو موبايل واحد بس. والله طب يلا 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 روحوا حضروا الغدا، روح ساعدهم. قال كنت فين؟ قال كنت فين؟ جيت حاجه غريبه، حاجة غريبة ماما بتغني.